نعم صباح الخير خالد، صباح الخير لكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. إذا هنا من مضمار ملعب ميلود هدفي بوهران ننقل لكم آخر مستجدات الألعاب العربية هنا بمدينة وهران. كانت البداية اليوم بانطلاق منافسات ألعاب القوى، والبداية كانت ذهب والبداية كانت مسك مثلما تفضلت بتحقيق العداء سعاد عزي الميدالية الذهبية في سباق 10,000 متر مشي سيدات، وبالإضافة أيضا إلى الميدالية البرونزية أيضا ألعاب القوى الجزائر الرائدة الجزائر التي لطالما يعني عودتنا على الميداليات والإنجازات. اليوم سيكون هناك أيضا سباقات ونهائيات فيما يخص 1,000 متر رجال و1,500 متر سيدات، بالإضافة إلى الوثب العالي وكذا سباق العشاري. في هذه اللحظات هناك سباق العشاري سيدات أين تتألق الجزائرية بن حاج عفاف بتحقيق رقم قياسي لحد الآن 1.76 متر في سباق أو في الوثب العالي. إذن خالد كل الأمور تشير إلى التألق جزائري، بالإضافة إلى نجاح أكيد وأكيد للألعاب العربية في طبعتها 15 والتي ستؤكد الجزائر مرة أخرى أنها قادرة على تحقيق أو تنظيم مثل هكذا منافسات. زميلي خالد، طيب ياسين تحدثت عن برنامج اليوم في أم الرياضات ألعاب القوى، ماذا عن برنامج أيضا بقية الرياضات في سواء اليوم أو الغد البرنامج هناك في وهران؟ نعم خالد، تتوصل لأربعة أيام هنا ألعاب القوى منافسات ألعاب القوى. أمر آخر أيضا خالد يجب أن أشير إليه، هناك أيضا منافسات ذوي الهمم أو منافسات الرياضي الاحتياجات الخاصة أين تجري نهائيات الآن رمي الرمح ورمي الجلة. خالد فيما يخص وهران أو مدينة وهران ستنطلق غدا أيضا منافسة السباحة ومنافسة كرة اليد، المنافسة اللتين تعول الجزائر كثيرا عليهما من أجل تحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات. على كل، وهران كالعادة جاهزة والشعب الجزائري جاهز لاحتضان العرب هنا بمدينة وهران وبالجزائر عامة. خالد، إذن ياسين قالم موفد قناة الجزائر الدولية إلى الباهية وهران، شكرا على كل هذه المعلومات.